معاك عندكم الوقت سيد الوزير، تفضل. طيب السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، أنا حرصت أن أكون إيجابيا في الجواب على الأسئلة، لأن الأمر يتعلق بإن صح التعبير بقضية وطنية بحدث استثنائي وليس حدث عادي، ماشي أرعضة ضربات ومشات، بشيء مفاجئ. أنا قلت لكم في الصيف كان مخطط ديال مواجهة الجفاف، فإذا بنا نتحدث عن مخطط لمواجهة الفيضانات والكوارث الطبيعية في مناطق الجميع يتحدث عن إشكالية الماء وإشكالية الفلاحة وغيرها. ثم حاولت ما أمكن نقول لكم شنو هي المسؤوليات، وبطبيعة الحال لا أعتقد وحنا باقي الآن كننتشلوا الجثث ديال الضحايا أن نتجه إلى أسلوب يعني في تقديري أنه ماشي وقته، مازال عندنا الوقت، البرلمان الحمد لله مازال عنده الوقت فين يدير اللجنة، والوزارات عندها اللجان ديال الافتحاص والمفتشيات باش يمكن لينا نحدوا المسؤوليات الى غير ذلك. وسبق السيد وزير الداخليه اللي عندهم المعطيات مفصله، وانا سالت على بعض المعطيات المرتبطه واش قمنا بدورنا في الضحايا، كانت الاجوبه بطبيعه الحال اننا كنقوموا بالدور ديالنا، وكاين منا الان اللي عندهم تجربه في القطاع ديال تجهيز النقل، ويعني منهم حتى الوزراء السابقين كيعرفوا بانه كاين واحد البروسيس معروف من اللي كيكون هذه الانذارات. وزاره تجهيز النقل متميزه في الاخبار على الطرق اللي مقطوعه، في وضع ديال التشوير، في التدخل المناسب، في التنسيق مع السلطات، في المبيت في الليالي في العراء، في تقسيم الاقاليم الى 3 ولا 4 ولا 5 ديال المناطق، وهذا ما حصل لان مشيت خذيت تفاصيل بتنسيق طبعا الحال كما قلنا، انتم تعرفون ذلك. لكن نحن نتحدث عن كارثة، والكارثة لابد لها من أن تخلق دمار مثل عواصف مثل، ويمكن لي نعطيكم معطى آخر، لحد الساعة أغلب الموانئ مازال ما كنقدوش ندخلوا فيها البواخر الفرنسية كونسيني، أغلب الموانئ مازال، بمعنى باش نعرفوا الحالة ديال الجو والحالة ديال الطقس. علاش كنتكلموا السنة الماضية راكم شفتوا أن الأمواج كانت أيضا مفاجئة، كان البعض يتحدث على تسونامي إلى غير ذلك، فهذا الأمر. لكن ملي كنتحمل المسؤولية نتمنى نمشيو جسكوبو، إلا كانت الحكومة هي مسؤولة على ما هو مركزي ووطني، ما شنو الذي وقع في المدن ديالنا؟ القوادس ديالها والتطهير ديالها والديور اللي فيها، فيها كل شيء، فيها اللي في الحكومة واللي في المعارضة ومن يريد المحاسبة وغير المحاسبة إلى غير ذلك. ولذلك احنا ماشي هذا هو، أنا كنعتقد المقاربة اللي مع السيد وزير الداخلية أننا نحصي كل باش ما نخليو حتى شي حاجة. أنتم كتشوفوا وحنا كنتكلموا على مناطق كيدخلوا الإخوان باش كيتكلموا على مناطق أخرى، باش نحصروا الحجم بدقة بدقة. ما أنا بغيتي نعطيك الأرقام شحال من كيلومتر مقطوع وشحال من قنطرة، عطيت الإشارة هي عندنا فيها، ما يمكنش ما يكونش عند وزارة التجهيز، ولكن حنا بغينا نمشيو للتفاصيل، الكلفة نمشيو للتفاصيل، باش ملي نديروا صفقات مستعجلة. بالمناسبة كان واحد السؤال ديال البعض واش غنديروا تدابير استعجالية، ماشي بالضرورة نمشيو بالمساطر اللي هي عادية. طبيعي كتعرفوا بأن القانون يسمح بذلك، يسمح بأنه يمكننا ناخذوا شركات بطريقة مباشرة، أحياناً استعجالية جدا يمكن أن ناخذ شركات وتدخل وبعد ذلك كنديروا معها تسوية الوضعية. هادشي كامل الحمد لله كنسقوا وكنقوموا به، ويحز في نفسي كنت في حملات انتخابية، انتم تعرفون تزامن ذلك مع المجالس الجهوية ديالنا، ومشينا كنأطروها. لكن لما جا الخبر خرجنا من المجالس الجهوية ومشينا للمناطق المنكوبة، سمحوا لي يعني مع الأسف، وما كنعتقدش شي واحد كان عنده شي تجمع اللي هو في المنطقة ولغى التجمع ومشى، كدير تجدير اللي عليك وكتمشي تواسي الناس. والشي اللي حصل لما درناها في النواحي وداروها الاخوان الوزراء، ولكن راه ما بغيناش عاود ثاني نبداو نطبلوا فيها. الوزراء غاديين والكلام ديال الناس كيمشيو بالكرافات، ما كيهمش مشيتي بالكرافات ولا بالصباط ولا شنو كاين، شنو درتي للمغاربه؟ ما نعتقد يعني ما بغيش نجاوب على هذا الشيء بطريقه صريحه، ولكن لابد ان نرتفع في يعني في المستوى ديال الحديث. انا باغي نعطي بعض الارقام الذين يحملون المسؤوليه على مستوى الاستثمارات اللي قمنا بها. منشآت الفنية كنا نستثمر. أنا عندي الطبيعة كم كتعرفوها، إلا إذا اضطررنا أن ندخل في المواجهات. كنا نستثمر كدولة، كحكومة سابقة، كحكومة لاحقة، ما يقارب معدل ديال 200 مليون ديال الدرهم في القناطر والمنشآت الفنية. من 2004 عندي الأرقام، 161 مليون، 104، 65 مليون ديال الدرهم، 140، 180، 160، 190، 230. الحكومة كتستثمر أحياناً 3 مرات في القناطر والمنشآت الفنية.
2012 300 مليون ديال الدرهم، 2013 470 مليون ديال الدرهم، 2014 400 مليون ديال الدرهم. ولكن هل يعقل إمكانية عند الدولة باش نمشيو القناطر اللي كتحتاج هذه اللي تكلمت عليها 1000 قنطرة؟ أقل شيء هي 6 مليار ديال الدرهم باش نعالجوها. فحنا كنديروا الأولويات حسب فك العزلة، والأولويات حسب الحركية ديال 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 السير. أنتم عارفين هذا الشيء. بغيت نعطيكم الأرقام أكثر، الأقاليم المعنية والمتضررة كم استثمرنا فيها. أنا أعطيكم الجهاد سوس ماسة درعا، تنتكلم على 2012-2014 استثمرنا في سوس ماسة درعا في الطرق مليار و500 مليون ديال الدرهم، في القناطير 259 مليون ديال الدرهم، في القلميم السمارة استثمرنا في الطرق 277 مليون ديال الدرهم، في القناطير 128 مليون ديال الدرهم، في مراكش تنسيف الحاوس استثمرنا 500 مليون ديال الدرهم، في القناطير 87 مليون ديال الدرهم، مكناس تافيلال 430 طرق، 180 القناطير، تادلا ازيلال 230 مليون، 110 مليون في القناطير، دكالة عبدة 500 مليون في الطرق، 14 مليون في القناطير. المجموع في ثلاث سنوات في هذه اللي تضرت انا غادي نجي نتكلم، راه كنتكلم على الجهات، بغيتوا التفاصيل. انا عندي حتى الطابلو اللي كيعطي التفاصيل اقليم باقليم. استثمرنا المجموع في الطرقات 3 المليار و700 مليون ديال الدرهم في هذه الجهات اللي هي متضرره، اكثر من اللي كان معدل اللي كان كيتستثمر سابقا. ماشي باش نقولوا حنا اكثر باش نتميزوا، لاننا ملي جينا شفنا بانه كاين مناطق لا بد ان نصلها حظها. وانتم تعلمون جميعا اقاليم لا الحديثه ولا الصغيره، جيبوها من دريوش مرورا تورير تبقرسيف فيقيق تنغير ازيلال قصب التادلة واللائحه الطويله، وحنا غادي زاكوره ورزازات طاطا قلميم سيدي افني شتوكا اتباه تردان. خذوا الارقام والاخوان عارفين مع المنتخبين كنديروا هادشي وكنديروا هاد البرامج، وجلسنا معكم منهم سيدي افني وانت تعلم ذلك، ومشينا ودرنا معكم اجتماع وعطيتونا شنو هي الاشكاليات ودرنا معكم مخطط ديال 5 سنوات، ولكن درناه على اساس في ظروف طبيعيه، ما كنديروش على اساس كاين فيضانات. واتفقنا على الشراكه ديال 28% 70-30%، اكثر من ذلك تم اقتراح نظرا لان كاين مناطق عندها محاور الا تقطعت تحاصر الجهات، اقترحنا نديروا محاور جديده، ناخذوا طرق قرويه ونصنفوها منها اللي كيدوز من الخصاص وكيمشي حتى لاي توقع اللي كيشق الاقليم. حنا اللي اقترحنا هذا الشيء باش الاقليم يولي مرتبط. اقترحنا باش نمشيو الطريق الشاطئيه، باش نمشيو لطنطان باش تكون مكمله للطريق الوطنيه، سواء اقترحنا الطريق الشاطئيه في اتجاه ديال تيزنيت. فهذه كلها الاخوان ديال زاكوره ورزازات كلهم كينوهوا معارضه واغلبيه ان الاستثمارات اللي فيها لم تكن في وزان وغيرها من لائحه. فاحنا مشينا في هذه الاستثمارات المناطق اللي كنعتبروا انها تحتاج الى بنيات تحتيه ما كتشبهش للطرق. علاش بغينا نديروا التوازن؟ جيت قلت لكم هنا، قلنا لكم كاين مناطق كيشوفوا الترام كيشوفوا الطرق كيشوفوا المطار، كاين مناطق ما عندهمش هذا الشيء. غنعطيهم جوج ديال الحوايج، غنعطيهم الطرق وعندهم النقل الجوي الداخلي، ووفينا بذلك. ما الله غالب نهار تجي الامكانيات نوصلوا الترام، راه في 50 سنة احتفلنا ب 50 سنة ديال السكك الحديدية، يلاه درنا 2700 كيلومتر، ما نتكلمش على 100 سنة ديال السكة منذ الاستعمار. فملي تجي الإمكانيات غنوصلوا، ولكن ملي ما عندهمش الإمكانيات قلنا على الأقل الشبكة الطرقية والقناطر ونديروا النقل الجوي الداخلي. ف يعني باش كنشتغلوا في هذا الاتجاه. الأمر الآخر، شنو المقترح في المرحلة المقبلة؟ مع السيد وزير الداخلية تم الاتفاق قبل بضعة أيام نوجدوا البرنامج الاستعجالي. طبيعي هذا ديال 5 سنوات، ميمكنش نسينو 5 سنوات، يمكن نردو 3 سنين، يمكن نردو ديال عامين، كيحتاج إلى إمكانيات. فيه الطرق والمنشآت، المنشآت اللي كانت كيدوز منها المغمورة تولي قناطر ولا على الأقل طلعوا الطريق. طبعا تحط دراسة التقنية اللي غتقولنا هادشي، والبارح واحد العدد منهم عطينا تعطى التعليمات باش نبداو نشتغلوا عليها. كاينة طرق، حيت كنسمعوا كلام كاين طرق ديال الاستقلال وطرق الاستعمار، حرام يتقال هادشي. كاين طرق تقاصت لان كتمشي على جنبات الوديان، وملي كتمشي شنو اللي وقع؟ ان الوديان نظرا لان ما كانش كتصب الشتاء تراكمت فيها الاحجار الوسط، انتم عارفين، ولما تراكمت الاحجار في الوسط ولا الماء كيمشي في الجوانب، لما مشي الجوانب ولا كياكل من تحت ديال الطرق. انا هادشي علاش طاحت قناطر طاحت طرقات. حنا في افني في اتجاه قلميم وفي الحوز في اتجاه ورزازات، فلذلك مشينا في الاتجاه مع الاخوان ديال الاحواض اننا نديروا برنامج ديال معالجه الوديان باش نكاناليزيو الماء، لان شحال ديال الاحيان بما فيها المقالع اللي كتكون حدا الوديان. تاخذ بعين الاعتبار هذه القضيه هذه، لان الواد باش يوصل يعني كيقوم بواحد الدور ديال 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 المسار ديال الماء باش ما ياثرش على البنيه التحتيه وعلى المنشات. ولذلك انا كنقول
يعني حرام يتقال هذا الشيء، معروف بان كاين صندوق ديال الكوارث، معروف موجود ديال معالجه الاثار ديال الكوارث وديال الفيضانات، وبهم كيشتغلوا. ملي جبنا تكلمنا على 4 المليار سابقا وغنتكلموا على الملايير لاحقا، كاين الحكومه كتشتغل اسمحوا لي، والا غنتكلم انا على 14 سنه والناس في الحكومه وقعت فيضانات بداو نتحملوا هذه المسؤوليات. فالله غالب لما كتجي الكوارث يقع مثل هذه الامور. ولكن مع ذلك انا كنقول اذا البرلمان قام بالدور ديالو واراد ان يحقق مرحبا، نجي نعطي جميع الملفات، ما بقى حتى حاجه كتخبى، مستعدين نعطيو الملفات ونعطيو الاحصائيات ونعطيو الصفقات ونمشيو نشوفوا الناس واش كاين قنطره جديده طاحت غير صحيح، ولا قنطره واحده طاحت جديده لا غير صحيح، هذه القنطره لم تسلم للوزاره، كانت مازال في النهايه ديالها، غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح، كذب، هذا كذب، غير صحيح، كذب، غير صحيح، وانا اتحدى ان شي واحد كيفهم يمشي يشوفها، غير صحيح، وانا تلقيت مع السيد العامل والمسؤول وعطوني التقرير، غير صحيح، لم تسلم، لا التسليم المؤقت ولا التسليم النهائي، ما نكذبوش على المغاربه. والقنطره اللي طاحت ما بين اكادير والصويره ترجع الى الستينات، والقنطره التي بنيت حديثا ما طاحتش الا حداها، طاحت اللي قديمه واللي جديده ما طاحتش. ما نهينوش التقنيين المغاربه، ما نهينوش المهندسين المغاربه، ما نهينوش شركات المغاربه بعد ما خدينا القرار ديال الافضليه الوطنيه لصالح الشركات المغربيه. حذاري، ومع ذلك كنقول الا شي قنطره جديده دارت وطاحت خاصنا نتحملوا المسؤوليه في ذلك. اما هذوك القناطر الراضيين اللي داروا كلهم قدام، الجميع يعرف انهم قدام، اللي راضي عندهم عشرات السنوات اللي تقاسوا بالفيضانات. اكثر من ذلك لما جات الوديان جابت الاحجار وجابت النخيل، والاخوان كيعرفوا اللي هو متخصصين، لما كتجيب انا مشيت لسي افني لقيت احجار فيها اطنان، لا يمكن ان يصمد شي راضي، مع العلم ان اغلبة اللي راضي ما كيداش بالبيتو ارمي، هذه التقنيات تستعمل. فالان هذه اعطتنا فكره، هل سنبني هذا البرنامج الاستعجالي على أساس الحالات الطبيعية للطقس أم سنبني على الحالة الاستثنائية؟ البناء على الحالة الطبيعية كلفته متحكم فيها، أنتم تعلمون ذلك، ولكن البناء على الحالة الاستثنائية الكلفة قد تضاعف مرتين، فهذا اختيار. إلا بغينا نديروا على الحالة الاستثنائية، الإمكانيات البلاد ديالكم تعرفونها، الحالة الاستثنائية وارد، لذلك في هذا البرنامج الاستعجالي واللي غيكون الأولوية كاين مقاطع غنبنيوها على الحالات الاستثنائية، لأن لا ما يمكنش نقاطع، ولا سيما كتقوم بالدور ديال التموين ديال المنطقة بكاملة وتربط الجنوب، غنبنيو على الحالة الاستثنائية. وكاين مناطق كنقولوا مادام كاين البديل غنبنيو على الحالات العادية ديال الطقس. وشكرا لكم. شكرا.